لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا هو رازقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اللهم لك خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولا إن قلت إنكم مرسلون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولا إن أخذنا عنهم العذاب إلا أمة مردودات يقولن ويا يسوه على يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولا إن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب سيئا ثم إني إنه لقريب إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وساهمك به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير. والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سوار مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بإذن الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها يبخسون. أولئك الذين لا يرزقهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبل كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمن به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موقعته فلا تكفر في مليا منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فمن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أولئك يدعون على ربهم يقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين الذين يشدون عزم الله ويبقون إفاجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك هم يكون المعجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستغفرون السماء وما كانوا يكسرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبلوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفارقين كالأعمى والأصم والبصير والسمي هل يستقيمان مثلا أفلا تذكرون. لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم.
قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلك لنا ما نراك اتباعك إلا الذين هم علينا يظهرون بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم ألا يتخذتم على بيناتي من حبي وآتاني رحمة من عندي فأميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون يقول قومي لا أسألكم عليه ملا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن إني أراكم قوما تجهلون يا قومي من ينصرني من الله إن تتلوهم فقد تذكرون بلا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملاك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا لو أعلم ما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا ينوه خجرا دلتنا فأكسبت جدالنا فأتينا بما تريدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي بجرمي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فصنع الفلك بأعيننا ووهينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مضى عليه مضى من قومه ساخر منه قال إن تسخروا منا فإنا أسخر منك منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل إليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور فلنحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن فما آمن معه إلا قليل وخالد اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور نور رحيم وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في منازل يا بني اركب ما انا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما موج فكان من المتلقين وقيل يا أرجل زب لئي ما أقيل ويا سماء أقلني وقيل ظلما وقلسي الأمر واستغت على الجبودية وقيل بود لقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الوفاء وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه مال غير صالح فلا تسألني ما ليس لك
به علمه إني آيسك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علمه وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح بالسلام منا وبركاته لك فأولى أمام ممن معك وأمام سلوك متعهم ثم يغشوهم من عذاب أليم. تلك منك أنباء الغيب نهيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فلاني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم يتوبوا إليه يشرك ما عليكم نارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يهود ما جئتنا ببينات وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا ينصرون. إني توكلت على الله ربي وربكم وعبدي من دعوات الله وآخذ مما ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلفوا ربي قوما خيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا وأنجيناه من عذاب غليظ. وتلك عهد جاهدوا بآياته ربهم ورسوله وتقوا أمرا كل جبار عنيد. وأدخلوا في هذه الدنيا لا تقوم يوم القيامة. الله إن عادا غفور ربكم على بوت لآل قومي بوت. فإلى سقوم دعاهم صالحا قال يا قومي بل الله أعلم أإله غيره وأنشأكم من الأرض واستعملكم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا منسوبا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قومي ألا رأيتم إن كنت على بينات من ربي وآتاني من رحمة ومن شركني من الله إن آتيته وما تزيدني خير تقصير. يا قومي هذه فاقة لله ربنا نفسها تأكل في أرض الله لا تمسكوها بسوء فيعبدها ثم زاد الغريب. فأخذوها وقال توكلوا في دار مسلمة ساعة أيامه ذلك بعد ذلك وجوه. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه ورحمة منا ومن خزي يومئذ
إن ربك هو القوي العزيز وأحد الذين آمنوا سيهدوا فأصبحوا في ديارهم جاثمين الله يغنى فيها ألا إن ثمود كفر ربهم فلا بد لثمود فقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال سلام قال سلام ثم تبيت أن جاء بإذن حنيس فلما رأى أيديهم لا تسير إليه ناكرهم وأوجس منهم خيفة قال أخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فهم رأى تهو خائمة فزاهقت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب قالت يا ابنتا أآلد وأنا عجوز وما هذا لي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا آتى جبينا من أمر الله رحمة لا يبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم لو وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم وارث أن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنما آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئا بهم وساق بهم زرعا قوم قال هذا يوم أصيب وجاءه قومه يرجعون إليه ومن قبل قوم يعملون سيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في مناتك من وقتك فإنما تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أعافي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسول ربك الذي يسيل إليك بأسر بعيرك يختم من الليل ولا يلتفت منكم أحد إن لم رآتك إنه مصيبها ما أصابهم إنما إذا هم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجرة من سجيل مسلوب مسلمات عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تقصوا المكيال لا والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم مهيب ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في العزيز الشديد بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قومي أرأيت من كل من البينات من ربي ورزقني منه رزقا حسنا فما أريد أن
يريده إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فيا حامدا يجد من كاشفاقي أن يسكبكم مثل ما أصابكم المهيب أقام هود أقام صالح ومقام لوط منكم في فتيل واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما يقول وإنا لنراك في نظري فلولا رأتك لا رجمناك وما أنت علينا بعزيز خلقهم على مهدي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم زهريا إني ربي بما تعملون محيط يا قومي ملوك لا مكانتكم إني آمر سوف تعلمون من ياتي أسامي يغزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معاكم نقيب فلما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخوات الذين ظلموا سيرة فأصبه في ديارهم جاسمين فألم يمنعوا فيها ألا بودا دلي مديانا كما بقيت صمود فلقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمره فرعون ما أمر فرعون برشيد يخدم قومه يوم القيامة فقالوا هم النار فبئس الورد المورود فأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الورد المرفوض ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيب فما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك أمددوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إنا أخذه أليم شديد إن في ذلك الآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ومن أخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشحيح خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فتاعاً غير مجزوز فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء أيعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل فإنما لوفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم
ورناؤں گا پھر شک کی امید ہو مریب وَإِنَّا قُلُّ لَوَّا لَيُوَفِّيَنَّا هُمْ رَبُّكَ عَمَالُهُمْ إِنَّا بِمَا يَعْمَلُنَا خَبِيرٌ فَاسْتَغِمْ كَمَا أُمْدِبْتَ مَنْ تَعْبَ مَا عَدَوَتَ إِنَّا بِمَا تَعْمَلُنَا بَسِيرٌ لَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ذَلُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ فَمَا لَكُمْ مِنْ دِلَّهِ مِنْ عَلِيَا عَسُمُ اللَّهِ انصرون آخری میں صلاة تلف راجل نحال وزنور اللہ فمن نلیل اندل زنتی تزہب نسیعات ذالک لکر اتذاکرین وزبر بھائن اللہ علیہ وسلم اوپشت المحسنین فلوار کانا من القرون من قبل قبول وخیاتی ينهانا عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين سلموا ما قلت ليفوا فيه وكانوا مجرمين ومن كان ربك أن يهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ فَلَا أَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَخُشُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ نصبتك به فوانك وجاءك في هذه الأقوال المعيزين نتوم وذكر للمؤمنين وقول الذين لا يؤمنون مالوا على مكاناتكم إنا عاملون فانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا القرآن العربي لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين قال بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين كذلك يجتبيك ربك ويؤمن لمك من تاويل الأحاديث ويتمني متته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد تم في يوسف وإخواته آية الإسرائيلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونعم أصبرتم إنا أبانا لفي ضلال مبين نقتلوا يوسف ونتبعه فزيقوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم الصالحين قال خير من نتقتل يوسف وألقوه في أيمان الجب تلتقطه بعض الغيم لا تلكم فاعلين
قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى ليوسف فإن له لناصحون أرسله معنا لكي يرتوى يلقى وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يقوله مصيبة وأنتم الغافلون قالوا لكن أكله الصيب ونحن عزبة إنا إذا لا حاصلون فلما ذهبوا به وجدوا أن يجعلوه في غابات جبي وأوحينا إليه لكم نبئ أنهم بأمرهم حاضرون يشكرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على خميسه بدام كاذب قال بل سبقت لكم انفسكم امرا فاصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء سيارات فارسلوا والداهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بزراعة والله أعلم بما يعملون وشروه بما بسمان من بخس داراهم معبودات وكم فيهم للظاهرين وقال الذي اشتراه مثل من رآته أكرمي مصواه أسعى أن ينفعنا أن تقذره بلدا وكذلك ما كنا لا يشوف في الأرض بغير أكرمه من تعبير الأحاديث والله عالم على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هل ذلك قال معاذ الله إن ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد أمرت به وهم بأولى ألا آمن على ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وحدت قميصه من دبور وألف يا سيدها لا تلقى قال قد صامت أراد بعلم سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم قال هي نوادتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى خالد قد من دبر قال إنه من كيدكن إنا كيدكن
العظيم يوسف أيضا هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسبة في المدينة نعم العزيزة تلبد فتاها عن نفسي قد شغفاها حبا إنا لنراها في دلال مبين. فلما سمعت بمكرهن سببت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا نوم وقالت تخرج لهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملاك كريم. قالت فذلكن الذين لمتناني فيه فلقد ضاقته النفسي فاستعصم ولا إلا يفعل ما آمروه لجزيانن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجب له ربه فترفع أنه كيدهن إنه السميع العليم. ثم بدا الله من بعد ما رأى الآيات ليسجننه حتى حين. ولقد رآه في سنة فتيان قال أحدهما إني أراني آسر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مما علمه ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك فلله لنا ولم نعصه ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي صاحبا كسري جنيرا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك دين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب باي السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه. خذي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الذي ظن أنه ناج منهما
نشكرني من ربك فقم صاحب الشيطان ذكر ربي فلا بس في سجن بسقاسني وخلل ما لكم يرى سقام حالات سمان يكرهن سمن جاف وسبعا سنبلات خزن وخلف يا بسار يا أيها الملاؤ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعملون قالوا أصغاص أحلام ومن هم بتعبد الأحلام بعالمين وخلق النجا منهم ما ابتكر بعد أمات أنا أنبئكم بتعبيده فأرشدون يوسف يصدق أفتنا في شرقي بخالات سمان يقولن سب الجا ثم سبقي سنبلات الخزن والخالا يا بساط إلا ألي أرجو للناس لأنهم يعلمون ألا تسرقون سبع سنين لا ضرب ما حسبتم فذروا في سنبله إلا خليل مما تعقلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يقول لما قدمت لهن إلا قليلا مما توسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصمون وقال المالك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجي إلى ربك فاسأله وبال النسوات التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن هشمس سلحف أنا ربطته عن نفسه وإنه لمن المصادقين ذلك يعلم أني لم أخنه بالغيب وأنها لا يهدي كيد الخائنين لهما صلى الله عليه وسلم وجه الفرجون تمام سے بجائے میں سے خطا پڑ کر مومن کی خوشات فرمائی گئی میر احمد علی زوبار شہزادی بیگم میر سامی علی زوبار میر حضر علی زوبار مولانا فاطمہ علی عباس علی زہرا یوینا فاطمہ شیخ عبدالجبار حسین مصری آغا عیسیٰ مصری شاہد آغا آغا سید عبدالی مصری سید عبدالی حادی سید شاہ صد اللہ حسینی سید مویز حسین سید سمندر علی طاہرہ بیگم سید حیات علی سید باقر علی سید حسین علی سید محمد علی سید علی عباس علی سید خدایہ نسان بیگم سید یوسف بیگم سید عمسا بیگم سید زمان حسین نظبی شاکر علی ریحانہ بیگم طاہرہ محمود سید محمود قاسم محمود سید بیگم مفتاز عربی افراز عربی سنچال حسین سید راب نقوی علی مسلم ممتاز علی اشرف النساء سید عسکری سید عبداللہ بلن باخر علی عمران آرا عبدالعلی سید اکبر مہدی عبدی سید طاہر مہدی عبدی سید محمد عباس عبدی سید سید مصطفیٰ مہدی عبدی مصطفیٰ علی خان سید خیصل جہاں سبی قاسم علی مومن علی سید فاطمہ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم جناب میر جوانی صاحب صاحب کی عمروں کے اقبال میں ترقی عطا فرما آمین انہیں صحت و تندرستی عطا فرما آمین ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما آمین کہ جو بھی کام رکے ہوئے ہیں انہیں آسان فرما آمین جناب میر مختار صدر امن موسمین کو صحت عطا فرما آمین اور جناب بھولن صاحب زہر صاحب حالین صاحب جسن صاحب محمد بن صاحب علی بن صاحب پیر محمد علی سید اکبر حسین سید ذکی حسین ظفر عابدی ذاکر حسین عرفان علی ان تمام کو اپنے اقدامات میں رکھ اللہ آمین ان کو صحت و تندرستی سے رکھ اللہ آمین ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما اللہ آمین اور چوریوں کے بیمار ہے ان کو شفائے کلی عطا فرما اللہ آمین جن لڑکی کے ہوں کہ شادی نہیں ہوئی ان کے شادی کے اسباب بنا دے امین جو لوگ کی اولاد ہے انہیں اولاد کے نواز کو اللہ امین علی بن ثابت کے محب علی خان اور شیرہ موسمہ بیگم کو بھی صحت عطا فرما اللہ امین سگڑے میں خان میں علی دربار کو بھی صحت عطا فرما اللہ امین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل 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 مح